راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريبة. البنات جاب الجواب قبول له الرضا. البنات جاب الجواب قبول له الرضا. كنداكات وميارم. نحن اللاجئات السودانيات بالتشاد بمعسكر إردمي للاجئين نحيي نساء جوز هندي على تعبيرهم الصريح لمنعهم للحرب ولوقف الحرب ومواجهة البرهان شخصيا ليوقف الحرب الذي صنعه هو وقائد الدعم السريع حميدتي. الموقف ده كان يعني لا يحتاج لتعليق، يعني ده كان أبلغ من أي حاجة ممكن تتقدم، ولا مسودة ولا عريضة ولا كده. أنا من شرق السودان، عاوز أتكلم عن صرخة الإنسان العظيمة من منطقة جوز هندي الشمالية. الوجهات لرئيس مجلس السيادة ابني يا برهان، حقيقي الصرخة كانت معبر جدا، معبر عن كل المرأة السودانية في كل بقاع الوطن. مراكز الإيواء عانت من سوء الأوضاع في مراكز الإيواء. حسين حماد حمدان من ولاية غربي كردفان. أنا بحييها، هي شجاعة لأن حست بالمعاناة بتاعت كل نساء السودان وصرخت في صوت الظلم يا برهان أن إحنا خلاص كفانا، اتضررنا شديد. لاز عثمان ولاية الخرطوم. في أثناء زيارة تفقدية للسيد البرهان لإحدى مناطق الولاية الشمالية التي تضررت بالسيول والفيضانات، هنالك صرخة عفوية كانت من امرأة وبأنه قالت نحن تعبنا لا للحرب يا برهان. الصرخة دي أنا بعتبرها بمثابة دعوة لتحكيم العقل والضمير. أنا سعد محمد يعقوب سريبة من نيالة. حقيقي إحنا تعبنا، والله تعبنا، والشعب السوداني كله تعب، وخلينا إحنا الأمهات حتى أطفالنا الصغار تعبوا. اللي جاي يحكم ده حيحكم شنو؟ حيحكم شنو؟ يا جماعة الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم، وحاولوا توقعوا السلام. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم حول صرخة نساء السودان من منطقة جوز هندي في الولاية الشمالية. يا برهان نحن برهان السودان يا برهان، تعبنا يا برهان، لا الحرب تعبنا يا برهان، تعبنا نحن. بهذه العبارات القوية البسيطة والعميقة التي تدخل القلوب وبدون استئذان، هتفت النساء الريفيات البسيطات في منطقة جوز هندي بمحلية مروي بالولاية الشمالية في وجه قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان، وهو كان يقوم بجولة تفقدية للمناطق المتأثرة بالسيول والأمطار. هل هذه الصرخة تمثل كل نساء السودان وتعبر عن معاناتهن الحقيقية؟
في حلقة اليوم يسعدني أن أستضيف عدد من الناشطات والمختصات في حقوق النساء من السودان وخارج السودان. أهلا ومرحبا بكم جميعا، ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة أميرة جون القيادية النسوية والمختصة في قضايا النساء. أهلا ومرحبا بك أستاذة أميرة جون في برنامج كنداكات وميارم. ويمكن تابعت الأسبوع الماضي صرخة نساء جوسيندي في وجه البرهان، وهتفنا نحن تعبنا يا برهان، نحن نساء السودان لا للحرب. انتو كناشطات مختصات في حقوق المرأة، كيف قرأتوا هذه الصرخة؟ كيفك يا أستاذة فاطمة، وأتمناك بخير وصحة وعافية. أفتكر يعني الموقف ده كان يعني لا يحتاج لتعليق، يعني ده كان أبلغ من أي حاجة ممكن تتقدم، ولا مسودة ولا عريضة ولا كده. دي كانت من يعني من قلوب ومن معاناتهم اللي عايشينها. واصلا معروف انه في كل الحروب انه الاكثر تاثرا هنا النساء، وما بالك بما يحدث عندنا في السودان، الحرب التي اصبحت فيها اجساد النساء يعني تستخدم كسلاح، يعني ويستخدم الاغتصاب ويستخدم التحرش، وكل هذه الاشياء استخدمت في الحرب عندنا في السودان كسلاح ضد المواطنين. يعني والتجويع الهسه الان حاصل، دي كلها يعني اسلحه غزره يعني اصبحت يعني عندنا في الحرب في السودان، انه تستخدم اجساد النساء وتستخدم سلاح التجويع ضد المواطن السوداني. يعني دي كانت يعني مؤلمه وبليغه جدا ومن قلوب، ودي يعني مناشدتهم دي او الرساله اللي قدموها دي من اقوى الرسائل اللي ممكن تكون يعني واضحه ولكل العالم، بتديك انه قدر شنو الحرب دي تاثروا فيها النساء ديل واسرهم واولادهم وكل الشعب السوداني. فهي يعني كل الناشطات وكل النساء في السودان افتكر انهم على قلب يعني امراه واحده، اللي هم لا للحرب وكلنا ضد الحرب. فعشان كده الرسالة دي جات بليغة جدا وقوية جدا، لأنها من نساء ما يعني لا فيها أي أجندة سياسية ولا فيها تفكير في أي حاجة، تفكير في إنه قدر شنو المعاناة أصبحت يعني كبيرة، وقدر شنو هن تأثرا. وكانت رسالتنا القوية دي للبرهان، ويعني إن شاء الله يعني تجد، يعني أنا ما عندي أمل في البرهان طبعا، لكن عندي أمل في أنه يعني الرسالة القوية دي من المجتمع الدولي ومن كل المنظمات والكده اللي اتنشرت على نطاق واسع جدا، أنه يكون في تحرك لإنقاذ النساء في السودان ولإنقاذ المواطن السوداني. شكرا أستاذة أميرة جون الناشطة الحقوقية من يوغندا، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج كنداكات وميارم حول صرخة نساء السودان. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في برنامج كنداكات وميارم، ونحن متواصلين معكم في هذه الحلقة التي خصصناها لصرخة نساء السودان من منطقة جوسيندي بالولاية الشمالية. ويزعدني أن ألتقي في هذه المساحة الأستاذة بوسينة حماد حمدان أبو إسماعيل الناشطة الحقوقية في مجال النساء. أهلا ومرحبا بك أستاذة بوسينة، أنت من مدينة بابانوسا وتأثرت بهذه الحرب، نزحت إلى مدينة الفولة حاضرة غرب كردفان، ورغم ذلك ما زلت يعني تواصل نشاطك في رصد الانتهاكات ومعاناة النساء في غرب كردفان. هل هذه الصرخة يعني بمثابة دافع لترتيب أوراقكم وللانخراط يعني في إعلاء صوتكم لا للحرب يا برهان، نحن تعبنا يا البرهان؟ انتو كناشطات شنو الخطوات الممكن تتخذوها حيال هذه الصرخة الشجاعة؟ السلام عليكم، أنا الناشطة المجتمعية الحقوقية بوسينة حماد حمدان من ولاية غرب كردفان. دايرة أتكلم في صرخة المرأة الشجاعة من جوسيندي في ولاية الشمالية، التي صرخت في وجه البرهان وتحدثت إنه خلاص كفاية يا برهان. أنا بالنسبة لي دي مرأة شجاعة، وبتدينا مؤشر على إنه أن إحنا كل النساء في السودان حنقيف ونقول كفاية خلاص يا برهان. أن إحنا تعبنا وتضررنا من الحرب، خصوصا أن إحنا في غرب كردفان الآن اتأثرنا وتضررنا شديد. وأنا بحيي المرأة الشجاعة من جوسيندي الشمالية اللي وقفت
وتكلمت بصوت عالي ومثلت كل نساء السودان، بالنسبة لي ده مؤشر كويس. ومن هنا نحن هنسلك هاشتاغات واتمنى انه كل النساء اللي بيسمعونا الان واللي بيسمعوا الزول من جوز هندي انه كلهم يقفوا ويقولوا يا برهان خلاص، نحن كفاية ضررنا شديد وخلاص، يعني حزب معاناة النساء وحزب معاناة السودانيين كلهم، وان تمشي التفاوض وتوقف الحرب. نعم استاذة بوسينة، صرخة نساء جوز هندي مثلت المعاناة الحقيقية التي تعيشها النساء الان في الولايات الشمالية، وهن تحت الأمطار وتحت السيول، والولاية الشمالية الآن يعني تشهد انتشار للكوليرا في محليات المختلفة، بالإضافة إلى بعض الأمراض الجلدية وأيضا العقارب والسعابين. هذه الصرخة هي امتداد لمعاناة النساء في ولاية غرب كردفان. كيف هي معاناة النساء في ولاية غرب كردفان؟ والله أوضاع النساء في غرب كردفان كانت أوضاع كارثية، والله أوضاع تؤثر شديد. يعني النساء ديل اضطروا من النزوح، وحاليا ناسي موجودة في غرية اسمها أو الليكري، يعني جيت في نشاط وشفت الغرية دي، لقيت النساء بيقطعوا مسافات بتاعت يعني 20 متر وهم عايمين في الموية زي الحيوانات، عشان تيجي تساوق يعني عشان تيجي السوق لازم تقطع 20 متر دي وهي عايمة في الموية بصحبة أحد أبنائها أو زوجها أو ببقرة المهم بحمار ماسكينه من كده ويجي طالعين، يعني أنا كده ما عادية. يتخيلي أمس جايبين واحدة عشان يجيبوها بالليتر جوا عشان عندها وضوع، الرجال 9 أو 10 دي إلا راسهم بالظاهر شايلين المرة دي بالعنقري فوق عشان يلحقوها للغابة اللي هنا في أبو الليكري. معانا ما عادية ده، بس يعني دي أبو الليكري ناهيك عن الفول الآن جوا، يعني النساء متضررات ضرر ما عادي. يعني حاليا الأمن الغذائي ما متوفر، ما في معونات إنسانية، ما في استجابة لأي صرخة بتاعت إغاثة نحن أطلقناها كنساء. شكرا بوسينة حماد حمدان أبو إسماعيل، الناشطة الحقوقية من ولاية غرب كردفان. وهذه الصرخة القوية لنساء منطقة جوز هندي يعني مثلت وعكست كل المواجع التي تعيشها المرأة في السودان. فعلا حقيقة هي معاناة، أنا بحييها، هي شجاعة لأنها حست بالمعاناة بتاعت كل نساء السودان وصرخت في صوت الظلم. أتمنى كل النساء يكونن شجاعات، من هنا حتبقى لنا حملة بتاعت يا برهان أن إحنا خلاص كفانا، اتضررنا شديد. شكرا جزيلا أستاذة بوسينة. شكرا جزيلا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في برنامج كنداكات وميارم، وهذه الحلقة حول صرخة نساء السودان من منطقة جوز هندي في محلية الدامر بالولاية الشمالية. ونحن ننتقل إلى شرق السودان، إلى عروس البحر الأحمر مدينة بورسودان، وهنالك معاناة حقيقية للنساء في مراكز الإيواء التي تضم أعداد كبيرة من النساء النازحات. التقينا في مدينة بورسودان بإحدى الناشطات في المدينة لمعرفة هل هذه الصرخة تمثل كل نساء السودان؟ السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا. أنا من شرق السودان، عاوز أتكلم عن صرخة الإنسان العظيمة من منطقة جوز هندي الشمالية. الوجهات لرئيس مجلس السيادة، تعبني يا برهان حقيقي، لو الصرخة كانت معبر جدا، عبر عن كل المرأة السودانية في كل بقاع الوطن اللي عانت من ويلات الحرب والنزوح وفقدت المأوى وفقدت المعير وفقدت فريزات كبدها وما زالت صامتة، وما معروف يعني لمتين الناس حتقدر تزمط. الناس بتعاني في مراكز الإيواء، عانت من سوء الأوضاع في مراكز الإيواء، والآن بتعاني من أحوال الطقس الصعبة، الأمطار والسيول، ارتفاع في درجات الحرارة خاصة يعني في ولايات شرق السودان مثلا، ويعني الحرب المدمرة القضت على الأخضر واليابس جعلت النساء يصرخن ويستغيثن. فعلا يا صرخة كانت معبرة، يا ريت تقيف الحرب الليلة قبل بكرة، ويا ريت يرجع السودان آمن مستقر. شكرا أستاذة، والتحية عبرك لكل نساء الشرق. وهن استقبلنا النساء النازحات من ولايات السودان المختلفة المتأثرة بالحرب، وقدمنا الكثير. التحية لك والتحية لكل النساء في شرق السودان.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج كنداكات وميارم، وهذه الحلقة حول صرخة نساء السودان في وجه البرهان. ويسعدنا أن نلتقي الأستاذة سعدة محمد زريبة الباحثة والمهتمة بحقوق النساء. أهلا ومرحبا بك أستاذة سعدة. أنتم كنساء في مدينة نيالة، ونيالة واحدة من المدن التي يعني تأثرت بالحرب، وهنالك انتهاكات وقعت بحق النساء من طرفي الصراع. صرخة نساء جوسيندي، نحن تعبنا يا البرهان ولا للحرب يا البرهان، هل هذه الصرخة جسدت الانتهاكات التي ارتكبت بحق النساء في ولاية جنوب دارفور وفي مدينة نيالة بالتحديد، وكيف هو واقع النساء الآن هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد نهاراتكم أينما كنتم مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. أنا سعد محمد يعقوب سريبة من نيالة. تابعنا الهتافات اللي ساقتها واحدة من النساء النازحات في وجه البرهان، وهي حقيقة عبرت عننا. حقيقة إحنا تعبنا، والله تعبنا، والشعب السوداني كله تعب، وخلينا إحنا الأمهات حتى أطفالنا الصغار تعبوا، حتى الأطفال اللي لسه ما دخلوا المدارس ذاتهم الآن تعبوا، هم بيسألوا هل حيعيشوا عشان يدخلوا يحصلوا أخوانهم ويقروا في المدارس، ولا هي الحرب دي حتستمر كده وتمنعهم من كل الحياة ومن كل مباهج الطفولة اللي كانوا بيسمعوا منها من الآخرين. احنا الان في يعني وصلنا مرحله من الضيق. زمان كانت الناس بتدعي على المتحاربين ديل، وزمان كان في ناس كتير بتقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. الان اصبح الشعب السوداني متنازل عن حقه كتير من، انا ما بقول كل الشعب السوداني، لكن كتير من الناس اصبحوا متنازلين عن حقوقهم، متنازلين عن الحاجات اللي فقدوها. اصبح حلمهم الاوحد انه متى وكيف يتم السلام او التوقيع على السلام. اصبح الان حلمهم انه يا ربنا أهدي المتحاربين دير، يا ربنا أهديهم وأصلح نفوسهم وأصلح حالهم حتى نحس ببعض الاستقرار والطمأنينة في البلاد، في هذه البلاد التي هي أقلى ما تكون عندنا. أهلنا اللي خارج السودان الآن هم يحلموا بالعودة للسودان، وإحنا بنحلم بأننا يتلم شملنا ونقدر نلاقي أهلنا دير. وبنسأل الحرب دي هي مستمرة لشنو الآن؟ هي مستمرة لشنو الحرب دي لحد الآن؟ ما في انتصارات سياسية محققة، لا ما في انتصارات عسكرية محققة، ما في أي فايدة راجعة للبلد ولا للمواطن. كلما استمرت الحرب وكلما طالت كلما حصل استهداف بصورة أكبر للثروات القومية والمحلية، كلما حدث استهداف ودمار أكثر للبنية التحتية. اللي جاي يحكم ده حيحكم شنو؟ حيحكم شنو يا جماعة؟ الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم، وحاولوا توقعوا السلام. الناس اللي ما عندها عقول يا ريت تستلف لها عقول عشان تفكر استمرارية الحرب دي الفايدة الإيجابية منها ليهم شنو. شكرا سعدة محمد زريبة القيادية النسوية والباحثة في مدينة نيالة، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة حول صرخة نساء السودان، وانت عكستي معاناة النساء في مدينة نيالة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، ونحن متواصلين معكم في هذه الحلقة الخاصة حول صرخة نساء السودان، وننتقل لولاية الخرطوم. ويسعدنا أن نلتقي القيادية النسوية إخلاص عثمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ إخلاص. وصرخة نساء جوسيندي بمحلية مروي، هل صرخة النساء وصلت؟ وهل استطاعوا النساء يعني يقولوا كلمتهم ويوصلوها لطرفي الصراع لا للحرب وأوقفوا الحرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إخلاص عثمان، ولاية الخرطوم. في أثناء زيارة تفقدية للسيد البرهان لإحدى مناطق الولاية الشمالية التي تضررت بالسيول والفيضانات، هنالك صرخة عفوية كانت من امرأة، وعبرت فيها بصورة صادقة وقوية جدا، عبرت عن وجدان الشعب السوداني، وعبرت عن وجدان النساء كشريحة اتضررت كثير من الحرب دي، وبأنه قالت نحن تعبنا لا للحرب يا برهان. الصرخة دي أنا بحتضرها بمثابة دعوة لتحكيم العقل والضمير، وهي جسدت رغبة الشعب السوداني في تحقيق السلام، لأنه بجد الحرب دي يعني الخسائر بتاعتها في جميع النواحي كبيرة شديد. ونحن بنفتكر أنه صرخة هذه المرأة، تلك الصرخة العفوية والصادقة، جسدت معاناة النساء
في السودان، والمعاناة الآن بتزيد أكثر في فصل الخريف بتعرض بعض الولايات للكوارث الطبيعية متمثلة في السيول والفيضانات، إضافة إلى أن السرخة دي هي بتعبر عن يعني إنها هي نواة لتوحيد النساء، وبنربط السرخة دي بالمطالب مطالب النساء اللي كانوا متواجدات في مؤتمر جنيف، اللي هم مطالبهم كانت واضحة في فتح الممرات الآمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين المتواجدين في مناطق سيطرة الطرفين، باعتبار إنه هم دين مدنيين ما جزء من الصراع، إضافة إلى الضرورة الملحة لإيقاف هذه الحرب. لكن المؤسف في الأمر والغريب إنه يعني أنا ما شايفة إنه أي استجابة للسيدة برهان تجاه إيقاف هذه الحرب، والدليل على ذلك الآن يعني ضربات الطيران الحربي في الفترة الفاتت كانت بكثافة أكثر في ولايات دارفور الحيوية، دي واحدة من المؤشرات اللي بتوري إنه يعني الصرخة دي للأسف الاستجابة لها وفق لرؤيتي إنها هي ضعيفة، إضافة لإنه في يعني شركاء آخرين هم عندهم دور برضو في استمرار هذه الحرب، وفي إنه الحرب ما تجيف، وللأسف يعني هم قادرين يأثروا على المؤسسة العسكرية، وتأثيرهم واضح جدا جدا في عدم الذهاب وفد الجيش إلى مفاوضات جنيف. نحن نفتكر إنه دي كل الجهات دي قاعد تلعب دور يعني في إنه بتكون في ضغوطات على المؤسسة العسكرية في اتجاه إنه الناس ما تقبل التفاوض، في حين إنه الشعب تعب، النساء بالتحديد كشريحة ضعيفة هم يتعرضوا لجميع الانتهاكات في مواقع السيطرة الطرفين، دي بتخلي إنه في ضرورة ملحة لإنه لازم الحرب تتقيف. شكرا. ونحن وصلنا لخواتيم هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم حول صرخة نساء السودان من منطقة قوس هندي في وجه البرهان، وننتقل إلى معسكر أردمي للاجئين السودانيين بدولة تشاد، ويزعدنا أن نلتقي الأستاذة المحامية نفيسة. أهلا ومرحبا بك أستاذة نفيسة، وأنت لجأتي يعني من مدينة الفاشر والآن تقيمي يعني في معسكر أردمي بدولة تشاد. صرخة نساء قوس هندي بمحلية الدامر هل عبرت عنكم وإنتوا الآن في مخيمات اللجوء وخارج حدود الوطن، وهل هذه الصرخة قوية وكافية لإنهاء الحرب؟ السلام عليكم، نحن اللاجئات السودانيات بتشاد بمعسكر إردمي للاجئين، نحيي نساء قوس هندي على تعبيرهم الصريح لمنعهم للحرب ولوقف الحرب ومواجهة البرهان شخصيا ليوقف الحرب الذي صنعه هو وقائد الدعم السريع حميدتي. والله دي لفتة بارعة جدا، وأنا أحيي شجاعة النساء، شجاعتهن أحييهم على هذه الشجاعة. نساء قوس هندي يعيشن في سلام وفي منطقة باردة ما فيها حرب، والتعبير كان صريح جدا، وبحييهم على شجاعتهم دي لأنهم قدروا يواجهوا الرئيس الذي صنع الحرب هو ومحمد حمدان دقلو الشهير بحمدتي. والنساء دي ملوا من الحرب، طلعوا من بيوتهم من الخرطوم ويتعذبوا ومشوا الشمالية وعايشين الفقر وعايشين العناء وعايشين البعد عن الوطن أو البعد عن البلد اللي كانوا يعيشون فيه، ما بال نحن هاجرنا من السودان لدولة تانية لتشاد، ونحن والله النازح اللاجئات بدولة تشاد نعاني من الخريف ومن الأمطار، والبيوت كلها تهدمت في رؤوسنا، ونحن يعني الفقر والعناء والمرض والباعوت والذباب والملاريات والالتهابات، نحن كلنا لاجئين بتشاد مصابين بالأمراض دي، والذباب والباعوت والخضرة والأمطار يوميا صابة على رؤوسنا. والله نحن من تشاد نحن بنرسل رسالة للبرهان، بنرسل رسالة لحميدتي، كفاية الحرب، نحن تحملنا بما فيه الكفاية، ونحن دفعنا الثمن، نحن دفعنا ثمن الحرب يا هنا المواطنين العزل
المدنيين الأبرياء ما عندنا دخل في الحرب دي، هم صنعوا الحرب ونحن دفعنا الثمن، نحن كفاية علينا، نحن في معسكر اللاجئين نسمع يوميا خالك مات، عمك مات، ولدك مات، أخوك مات، نحن عايشين بفوق على الحزن والشقاء والعذاب، نحن عايشين حزن عميق على الوطن، نحن بنحزن على السودان اللي تدمرت، مش بنحزن على موتانا، نحن بنحزن على السودان، السودان خلاص، السودان ما فيه حاجة، السودان اتدمر، بلادنا اتدمرت، دارفور اتدمرت، وما عارفوا هم دار يوصلوا لشنو. أنا آخر رسالة بوصلها، برسلها للبرهان، برسلها لحمتي، برسلها لصناع الحرب، لا للحرب، ونحن فترنا ونحن تعبنا في السودان، العايشين في الأمن والسلام قالوا هم تعبوا، نحن نقول شنو؟ نحن تعبنا يا جماعة، لا للحرب، وأوقف الحرب، نحن نساء معسكر إردمي تعبنا وفترنا من الحرب، ونظيراتنا في كل الدول الجوار اللاجئات نفس الكلام، احنا كلنا بنتفق انه الحرب تقيف ولا للحرب، ويا البرهان يا البرهان نناشدك من على البعد، اوقف الحرب، لا للحرب، تعبنا نحن من الحرب، يا البرهان اوقف الحرب. شكرا جزيلا الأستاذة المحامية نفيسة عبد الرحمن من معسكر أردمي للاجئين السودانيين بشرق تشات، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم حول صرخة نساء السودان في منطقة غوسيندي في وجه البرهان، والشكر عبرك موصول لكل الأخوات اللي شاركنا معنا في هذه الحلقة، الأستاذة أميرة جون، والأستاذة بوسينة حماد حمدان أبو إسماعيل من ولاية غرب كردفان، والأستاذة سعدة محمد زريبة من مدينة نيالة، والأستاذة والناشطة الحقوقية منى محمد خير من مدينة بورسودان، والأستاذة إخلاص من ولاية الخرطوم، وهن قالا كلمتهن لا للحرب، ونحن نسوان السودان يا برهان، نحن تعبنا قاعدين في الشارع يا برهان، اتدمرنا نحن، لا للحرب يا برهان، لا للحرب يا برهان. نتمنى أن تجد هذه الصرخة أذن صاغية من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأيضا أن تصل هذه الصرخة إلى الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وأن يسعوا جاهدين لإيقاف هذه الحرب. وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، لكم مني عاطر التحايا.